أريغبلان. أريغبلان. ما عندكش اوراق اليوم في الاغاني؟ اكيد هذا الكل العلم في الراس. قلبك ما بدي. طبعا الحدث على المستوى السياسي هو جواب رئيس الجمهوريه عما يدور في البلاد كما قلت قبيله، من موضوع التسريبات، موضوع الحرائق، موضوع جبهه ما عرف بجبهه الخلاص سيد نجيب شابي وما صرح به البارح لانه عنده تداعيات، لانه المضامين اللي قالها كذلك كانت تستوجب رد من الدوله. قام رئيس الجمهوريه بزياره نعتبرها مفاجاه لانه لم يعلن عنها، وكانت في الليل كالعاده تقريبا، وهي داب علي اكثر مره سيد رئيس الجمهوريه في زياره لوزاره الداخليه والالتقاء والاجتماع بكوادر ومديري وزاره الداخليه وبحضور سيد وزير الداخليه، وكانت عنده كلمه اعتقد انها جاوب فيها على المسائل الثلاث. نحاولوا نسمع يعني شويه من هذه الكلمه ثم نحللوا المضامين والابعاد والغايات. للاسف ما يحصل اليوم وهذه الايام الاخيره هو محاولة يائسة، محاولة ستفشل بالتأكيد لحرق البلاد، الأرض المحروقة. وعلى هذه الحرائق التي جدت اليوم وجدت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة، مرة حتى مركب بسفاقس في الماء اشتعلت فيه النيران، الأرض المحروقة وحتى البحر ماذا بهم يحرقوه، هذا اللي وصلنا له ومش من قبيل الصدفة. مرة وتتناغم مع بعض أو تتسق مع بعض التصريحات هذا الخلاص الوطني، ولا هي تونس تحب تتخلص منهم، أنا خلاص وطني من هؤلاء، وثم بث الإشاعات المكذوبة هتك الأعراض، والمفترض حتى المصالح المعنية بالأمر تعرف المصدر بتاع هاتك الأعراض ومس الأعراض، مش يعلمونا الأخلاق والقيم والوطنية. نحن جئنا هنا إلى المسؤولية هذه للحفاظ على الوطن من هؤلاء الذين يريدون حرق البلاد ولن نتركهم. هذا هو حكي على هتك الأعراض ومن بعد حكي على حرق البلاد. هذا هو تقريبا نفس الأشخاص هناك ما قلت ثم ثلاث مسائل عرفناهم خلال أيام العيد وبعده يعني بيومين، هي مسألة التسريبات واللي الحقيقة كانت سيئة وسيئة جدا، يعني مست في نهاية الأمر الأعراض، وكما احنا قلناها البارح وعودناها وكررناها أن مستوى سخيف في التعاطي مع الاختلاف السياسي، يعني ولينا نحكيه على مسائل شخصية ومسائل خاصة وفيها كثير من الكذب وفيها كثير من التشويه اللي مش في النهاية معناها الذوات. إذا وصلنا إلى هذا المستوى كان سيئا، واعتقد انه الرئيس نفسه ما يعنيه التوانسه في شيء، شنو الاضافه اللي صارت للشعب التونسي العظيم كيف يسمع حكايتها، بل تعطي حجه اخرى لصالح رئيس الجمهوريه انه هناك خصوم يعني دون المستوى، لأن الخصومة على المستوى السياسي مقبولة، أما أنك تحكي على مسائل ما عندها حتى معنى في علاقة بإدارة الشأن العام، الحقيقة سقوط وسقوط أخلاقي. تحكي على استفتاء وتحكي على الدستور، هذاك رأي، هذاك وجهة نظر، أما حاجات أخرين ولا ما مش اللي يسمع ما يجيش يقول لك توا تحكي على رئيس الجمهورية وزير وغيره، هو إنسان داخل في دار ما عنده حتى معنى هذا الحقيقة. وكان لابد رئيس الجمهورية أن يوضع هذه المسألة، وإحنا نقوله معناها كان زاد رده في المستوى الأخلاقي الحقيقة، ما دخلش هو في أعراض الناس، ما تكلمش على مسائل خصوصية، ما قال حد شيء، ولكن قال هذا سيء وسيء جدا، وكما قال أنه العرض معناها يبقى بعد الشخص، يعني يموت الشخص ولكن عرضه يبقى، والمس من الأعراض مسألة فيها كثير من السقوط الأخلاقي. الجانب فما حاجة أخرى شكلا، وميرسي أحمد خاطر قاعد يعدينا في الفيديو، دونك إذا كان باش نحكيو على الحضور اللي كان موجود في مكتب وزير الداخلية. في العادة يكونوا فما 5 إلى 6 مديرين عامين كبار هما اللي شادين لديبارتمون الكبار في وزارة الداخلية. البارح شفنا توا الفيديو اللي قاعدة دور، شفنا حضور أكثر من العادة. أي والرسالة واضحة، أنا رسالة واضحة. هو حسيته اجتماع، هذا فحوى رسالة البارح واعطاه الإذن، هو واضح وقال في رسالته أنه يلزم أن نتأهب لسياسة الأرض المحروقة، يعني هناك اتهام مبطن بعد ما مشيت كل التحليلات الكلنا نقولوا فيها، احنا حتى ما نعرفوش دقائق الامور وتحليل يعني اصل هذه الحرائق، ولكن الناس كلنا نضع نقطة استفهام، مش ممكن تكون حرائق عفوية اذا كانت تقع في نفس الوقت في ظرف 48 ساعة من
نجموش يسيروا في بلايص متفرقه في اوقات قريبه. الى حد انه السيد ناطق الرسمي البارح من الحمايه المدنيه معنا يقول لك وصلت اكثر من 110 حريق. صحيح. يعني في 48 ساعه اي وقتها التو مصنعش لحريق صفاقس اللي قاع البارح. اذا كان في مناطق متعدده وفي حالات متعدده ومعناها انواعها متعدده، هذا في سوق، هذا مركب صيد، هذه سياره، هذا معمل نتاع فريب، هذا دب نتاع كيران غيرها، واضح انه هناك عنصر مؤامره، هناك فكره لمنطق سياسه الارض المحروقه اللي متزامنه مع وضعيه سياسيه خاصه تعيشها البلاد. فما نقطه اخرى البارح العميد مواستريع كان موجود معنا هنا، يحكي على الندوه الصحفيه من المفروض تكون اليوم في وزاره الداخليه، تحكي على الحرائق هذه وعلى العنف في الملاعب. رساله اخرى استشفيناها البارح من الزياره هذه، زياره تسبق بساعات ندوه لوزاره الداخليه، حضروا فيها الكوادر نتاع وزاره الداخليه، اغلب الكوادر وما نحكيوش كان على المديرين العامين، وكانه باش يعطي الخطوط العريضه للاستراتيجيه اللي باش تتحط، تعليمات واضحه بما في ذلك الاستعداد الى معناها موسم الحصاد وحمايه الثروة معناها في هذا الباب. يعني عندنا ثروة سنة تكون ربما أنا شخصيا شفت حاجة باهرة، سواء صابة ولا مش صابة الكيلو بحسابه. أي لا لا خاصة الكيلو بحسابه، سواء حرائق ولا كل يضيع راهو فما حرب في العالم، وكله لحمام وهزوا الماء وهزوا الريح وصبت عليه المطر وحكاية هذوك ما يلزمناش نسمع. هو هذاك الكل ظروف طبيعية، ولكن أن يصل الأمر إلى ربما لقدر الله استهداف هذه الصابة عبر الحرائق، احنا شفنا في السنوات الماضية عرفت الحقول كثير من الحرائق. نفس الصابة ولكن مش حرائق تخليها زادة منها للطبيعة. هذاك متفق فيه عمل هذاك الشغل خاصة في علاقة بديوان الحبوب ووزارة الفلاحة وحماية الغابات وغيرها، ولكن الآن واضح الاستراتيجية الأمنية مش تكون على مواقع متقدمة لحماية هذه الصابة، كما قلت في علاقة بأزمة عالمية يعيشها العالم الكل في علاقة بأزمة عايشها. ثم الرد السياسي على الندوة الصحفية اللي قال فيها سيد نجيب الشابي أنه هناك معناها تدبير منظم ومحكم لإيقاف معناها قيادات سياسية على خلفية المسيرة اللي داعين لها أنصار الرئيس سعيد يوم 8 مايو، وكذب هذا المعطى وقال احنا إذا كان باش نوقفوا مش نعلموكم بالإيقافات ومن عدمها، وبالتالي كان ردا سياسيا ملخصه أنه واخذ قراره في عدم الحوار مع هذه الأطراف أيا كانت الملابسات. شكرا لك خليفة، كان هذا تحليلنا اليوم في الأغير بلان للزيارة الفجائية البارحة الليلية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لوزارة الداخلية.